رئيس الحكومة نجلة بودن تعمل اجتماع وزاري مش باش تحكي على الوضعية الاقتصادية متاع البلاد وعلى على أزمة الماء اللي نعيشوا فيها، تختار إنها المرة هذه تحكي على الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي اللي هما مثلا فيسبوك، تويتر ولا يوتيوب ولا حتى التيك توك. الاجتماع الوزاري هذا يورينا انه المرسوم عدد 54 اللي خرج ما عندوش برشا في سبتمبر 2022 ما وقفش الاشاعات والسب والثلب والشتم والاراجيف كما يقول سيتو اللي نشوفوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. ونذكروا انه المرسوم هذا العقوبة فيه توصل حتى 5 سنين حبس وتنجم توصل 10 سنين اذا الحكاية تتعلق بموظف عمومي كيما مثلا وزير ولا رئيس جمهورية. في نفس الوقت نذكروا انه في البلدان المتقدمة حاجات كيف ما هكا الاشاعات هذه ولا الكذيب نلقاوها تتعاقب بخطية اكهو والناس وحدها وحدها تقف عند حد. شيء هذا خلينا نتسائل شنية القرار العظيم اللي تنجم تاخذه رئيس الحكومة نجلة بودن بخلاف المرسوم هذا باش تنحي الاشاعات والثلب والشتم في فيسبوك وتويتر وتيك توك ويوتيوب. اذا الناس ما خافتش من 10 سنين حبس، شنية القرار اللي تنجم تاخذه نجلة بودن؟ باش تعمل لهم مشانق مثلا والا باش تسكر علينا الفيسبوك واليوتيوب كيما عملت روسيا اللي السفير متاعها يدور هالايامات هذيا من وزير لوزير.